يعني يعتذروا اللي عم يعني بيوقف بدرب الحقيقة اتليست يعتذر اذا ما فيهم يعني دام كل هالهول الجريمه اللي صارت اللي عم بيعملوا حالهم كل يوم عم بيقولوا انه هن ضد وعم يطالبوا من المسؤولين هن المسؤولين يستحوا على دمهم ويحلوا عنا. عام مضى على انفجار مرفأ بيروت والعدالة لم تتحقق بعد. عام مضى وقلوب أهالي الضحايا تنزف حزناً على الأبرياء اللي راحوا. اليوم اللي بتوجهها للمسؤولين عن اللي كانوا السبب يعني يسمعوا للشعب مش مبسوطين مش معقول كلهم يكونوا غلطانين صح؟ الرسالة شو الرسالة؟ هول اللي بيفهموا مع مين عم تحكي؟ جينا نوقف معهم اليوم لأنه كلنا بالهوى سوا كلنا ضحايا كل واحد على قده الله يرحم اللي راحوا. يا رب هو الحال برأيك هون بلبنان نرتاح منهم كلهم. الحال ما بعرف بهالبلد الحال ببلش على المطار بس نقدر نفل من هون هون ببلش الحال بهيدا البلد ما في حل غلطان مين بيقلك في حل هون لان اهلنا عايشوها وعم نرجع نعيشها واولادنا عم بيرجعوا يعيشوا ذات الشيء. ما في حل طالما فلين على بيوتنا ما في حل الحل نروح على بيوتهم نشيلهم نقبعهم مثل ما قبعونا وقتلونا وهبطولنا ببيوتنا لازم نروح نقبعهم من بيوتهم. رايحين طالعين يبوردوا بالجبال وهولي ما خسهم بالثورة ولا خسوا ولا حسوا ببيروت حتى لو هن من أهل بيروت أنا للأسف في كتير بعرفهم من أهل بيروت ما نزلوا ما بعرف شو ناطرين أكتر من هيك شو بعد في شي نخسره ما بعرف. ايه أكيد بده يصير حل كل شي بالسلم بصير بالحل إذا توحدنا كلنا المعارضة والثورة مع بعض بدون تفرقة ايه بتنحل سلميا بنعمل انتخابات وبنفوز. شو بتقول يلي كان السبب بالتفجير؟ حزب الله وسوريا. رايحين نكسرهم ما نكسر مجلس النواب ونكسر النواب اذا ما كان في امل اليوم يعني لازم يكون في امل اليوم. منصلي لهم وهني معنا هني بدهم يعملوا لنا وهني معنا ورح نجيب لهم اخر شيء حقهم على الاكيد على الاكيد. ان شاء الله بصير في تغيير باذن الله ونحن بدنا الحقيقه ونحن بنشد على ايده للقاضي بيطار لانه هو انسان شريف وبحب العدل ونحن بدنا العدل وبدنا نعرف مين فوت المواد المتفجره على مرفق بيروت لانه هذا مرفق لبنان كله وهلا في مرفق تبع اسرائيل هو اللي عم يشتغل يعني هيدي في مؤامره. اكيد 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 نحن ما بنحب الطائفيه وانا شخصيا بحب الطوائف كلهم كل الطوائف جميع المناطق اللبنانيه. الله كبير وحيجيهم يوم يمهل ولا يهمل. وما زالوا المسؤولون على عروشهم وكأن شيئا لم يكن. انهز العالم وبكت ملايين الناس على بيروت وعلى الابرياء اللي راحوا وضمير المسؤولين ما زال نائما. فهل سنشهد في الايام المقبله محاسبات جماعيه؟ أم كالعادة ستختفي الحقيقة مع ضمائر المجرمين الفاسدين الذين أوصلوا لبنان إلى جهنم وبئس المصير؟